عارف مرات لما تعند تكون عارف الصح بس تختار الغلط، عارف لما تكون عارف الحل بس مصمم تجرب الطريقة التانية، الطريقة البعيدة؟ الله في العهد القديم كان بيقول عن الشعب انه عمل شرين، بيقول تركوني انا ينبوع الماء الحي عشان يحفروا لنفسهم ابار ماء مشققة لتضبط ماء، يعني في بير وفيه مية حلوة تركوه وقعدوا تعبانين بيحفروا لحالهم أبار، وهي الأبار ما جابت لهم مي، ومصممين يحفروا بالصخر وتركين بير مي فيه مياه حلوة. متخلفين، جهال، مش شاطرين، على طول منلومهم، مع أنه بأوقات كتير من حياتنا بتدور على السعادة وانت عارف انه مصدرها في هالبير الحلو، لكن بتقوم بتحفر بالصخر عشان تلاقي مي تنعش لك حياتك، وفي الاخر ما بتلاقي. اكتئابك مصدره انك مش قادر تحصل على الاشياء، فالاكتئاب مربوط بالانجاز، بنجز، محبوب، الظروف كويسة، وبتنسى انه في مصدر لفرحك ولخروجك من حفرة الاكتئاب جاهز، بس استخدمه. ضغطة زر، كلام حقيقي من صلاة تطلع من قلب حقيقي لله، رح تطلع من اللي انت فيه، بس انت مصمم تعملها بطريقتك. اليوم بقول لك حلك وحلك انك تطلع من الحفرة تبعت الاكتئاب انك تلجأ لله، الله اللي بيملى الفراغ. اكتئابك نابع من فراغك، من فراغ في قلبك، مصدر وبعدك عن الله. تعال اليوم صلي له. عارف مش انت بتصلي لله عشان تكسب سعادة، لكن تلتصق بإله محتاجه. وأقولك شي، هو كمان مستنيك، مش بس انت مشتاق له، لكن هو كمان مشتاق لك. تعال اليوم صلي معي هالصلاة، يا رب انا بحط نفسي بين ايدك، بحط روحي وكياني وعمري يا رب بين إيديك، بحط أيامي ومستقبلي، بحط اكتئابي بين إيدك يا رب، أنت اللي عارفني يا رب. بتقدم إليك يا رب وبثق إنك أنت الله القادر على كل شيء يا رب. عمري بين إيدك، حياتي بين إيدك يا رب، بعترف فيك سيد ورب ومخلص، بعترف إنك الطبيب الشافي، بعترف إنه ما في غيرك يا رب، أنت ينبوع الماء الحي يا رب. أشرب من هالمي وبلتصق فيك. صدقوني المسيح واقف على الباب وبيقرأ، ولو فتحت له الباب تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. لو صليت هالصلاة مبروك عليك المسيح ومبروك عليك الحرية.